Understand Boot Net Malware. البوت نت هو برنامج من البرامج الخبيثة اللي بقدر من خلاله أسرق يوزر نيم وباسورد، أسرق كريدت كاردز، أقدر أستخدم البوتس اللي عندي اللي أنا كنترول عليهم في عمليات الديدوس أتاك، أقدر من خلالهم أستخدمهم في عمليات السبام إيميل. البوت نت خطيرة جدا جدا جدا، وفي وقت من الأوقات كان معمول هاك لأكتر من 20 مليون شخص بالبوتس. من بعض التولز بتبقى فيه زوس وسباي اي، ودول من اخطر البوت نت تولز. فكرة عمل البوت نت مختلفة كليا عن فكرة عمل التروجن. البوت نت عندنا بيبقى مكون من جزئين، مكون من سايت، السايت ده حضرتك بتحطه على في بي اس سيرفر او تشتري هوستنج، بتركب عليه السايت بتاع حضرتك، ويبقى عندك بيلدر. البيلدر ده بيبقى مكتوب بلغة السي بلاس بلاس، بيقدر ان هو يكريت لك سيرفر. السيرفر ده بينزل على الكلاينت او الزوم بيبقى بتاع حضرتك، اول ما يعمل اكسكيوتابل للفايل هيريفرس كونكشن على السايت بتاع حضرتك. وانت لما تحب تخش تاخد انفورميشن عن البوتس دول، ما هو دول كده اصبحوا بالنسبه لك بوتس، وانت بتخش على البوت ماستر تقدر تاخد الانفورميشن بتوع البوتس بتاعتك، وتقدر كمان تتحكم فيهم زي ما احنا هنشوف. يبقى البوت نت عندنا بيتكون من جزئين، من سايت، السايت ده بيبقى مكتوب في معظم الاحيان لو هنتكلم على زوس بي اتش بي، هننزله على في بي اس او على هوستنج، ويفضل طبعا يكون في بي اس، لان لو هوستنج الاكونت بتاعك هيتقفل عشان ممنوع اصلا تستخدم زوس او سباي اي. وهيبقى عندنا برنامج عبارة عن بيلدر، ده برنامج مكتوب بالسي بلاس بلاس، تقدر من خلاله ان انت تكريت سيرفر عشان يعمل له اكسكيوتابل على الكلاينت، الكلاينت يريفرس كونكشن على السايت، واحنا بنخش على السايت نكنترول البوتس اللي عندنا. لو شفنا الموضوع ده بيتعمل ازاي، هقولك احنا هنعمل الاعدادات دي على في بي اس سيرفر. هنروح على الماشين بتاعتنا، هنلاقي الفولدر بتاع التولز مكون من اكتر من جزء. احنا اول حاجة هنعمل سيت اب للزامب، والزامب ده اللي بيمكنني ان انا احول الماشين بتاعتي عشان تبقى ويب سيرفر. هو عبارة عن اباتشي مع ماي سيكوال. اوكي ادوس انتر، تاني انتر، اوكي انتر. انتر 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 اختار رقم واحد عشان يعمل ستارت للزامب كنترول. من هنا اقدر اعمل ستارت للاباتشي واعمل ستارت للماي سيكوال. هروح الاول اعمل شوية اعدادات، هتلاقوا عندكم في الفولدر بتاع التولز فولدر اسمه كونف. الفولدر ده بيحتوي على مجموعة من الفايلز. انا لما اخش على كونف ده زي ما احنا شايفين كده، هلاقي عندي اول فايلز هو عبارة عن httpd.conf. الفايل ده هعمل له edit، ممكن بالنوت باد او بالنوت باد بلاس بلاس، دي تولز احسن من نوت باد بشوية. هبتدي edit في الجزء بتاع listen، هحط الاي بي بتاع الماشين بتاعتي في الجزء ده كده 28216، وطبعا ده لو في بي اس حضرتك هتحط الريال اي بي، او لو هتشتغل على الانترنال ماشين هتحط الديناميك دي ان اس وتعمل بورت فورورد. اوكي كده على بورت 80.
وهعمل سيف وهتقفل الفايل ده وهتاخد الفولدر ده كده كله كوبي وهتروح على السي هتلاقي الذنب عملت كرييت للفولدر على السي هتخش عليه هتخش على الاباتشي وتعمل ريبليس لملف الكونف اللي موجود جوه بيحتوي على شوية تعديلات عشان يقدر ان الاباتشي بتاعك او الويب سيرفر بتاعك يستقبل الفورم بتاعت زوس. انا عملت التعديلات دي واديتكم نسخة من ملف الكونف عشان تعمل لها ريبليس عندك بدل ما تقعد تعمل الاعدادات دي كلها تاني. يست اول هبتدي اعمل ستارت للاباتشي وستارت للماي سيكوال. هروح على صفحة الادمن بتاعت الاباتشي طبعا ايرور. هشيل لوكال هوست واحط الاي بي بتاع الماشين بتاعتي. هختار لانجويج انجلش. هروح على جزء السكيورتي. هروح هنا احط باسورد على الماي سيكوال وطبعا لازم تبقى فاكر الباسورد دي. وادوس انتر. عملت تشينج للباسورد. هبتدي اروح على البي اتش بي ماي ادمن عشان اكاري الداتابيز. هخش باليوزر نيم والباسورد روت والباسورد اللي انا لسه عامل لها تشينج. هعمل كرييت لداتابيز اسميها بي اس اس نت واقول له كرييت. وبدل ما حضرتك تقعد تكاري التيبلز انا عامل لك باك اب من الداتابيز دي. فهتيجي هنا تقول له امبورت وهتعمل براوز وعلى الفولدر بتاع التولز هتلاقي عندك بي اس اس نت. هتعمل لها امبورت. هو كاري التلاتة تيبل زي ما احنا شايفين كده. اوكي كده. بعد كده هتروح للتولز بتاعتك هتاخد السايت بتاعك عشان نعمل له سيت اب او نعمل له انستول. هناخد رقم واحد ده كده كوبي ونروح على السي مكان الزامب. هخش على اتش تي دي او سي اس زامب واعمل لها ريبليس هنا. زي ما احنا شايفين كده. اوكي هبتدي اروح على هبتدي تروح على البراوزر بتاعك. هتحط الاي بي بتاع الماشين زامب واحد عشان احنا مسمين الفولدر واحد. وبعد كده انستول سلاش انتر. هيبتدي يسألك على اليوزر نيم ادمن الباسورد هنخليها محمود عاطف. اوكي كده احط الباسورد بتاعت السيكوال اسم الداتابيز بي اس اس نت. الانكريبشن كي هروح على الفولدر بتاع التولز هروح على زوس بيلدر في ملف فايل كونفج جواه هلاقي عندي الانكريبشن كي هاخده كوبي. ونروح نحطه هنا وابتدي ان انا اقول له انستول. عمل انستول زي ما احنا شايفين كده. هبتدي اروح على نفس اليو ار ال بس بدل انستول هقول سي بي اختصار سي بانل دوت بي اتش بي. هحط اليوزر نيم والباسورد اللي انا عملت لهم كرييت وانا بعمل انستول ادمن محمود عاطف. ادي البوت نت سيرفر بتاعي زي ما احنا شايفين اشتغل. هو شايف ان في بوتس هنا. اوكي كده مفيش مشكله.
هروح بعد كده بقى كارية السيرفر بتاعي، فهروح على زوز بوت نت، وهلاقي عندي حاجة اسمها زوز بيلدر. هخش الأول على فايل الكونفج اللي أنا خدت منه الانكريبشن كي ده، هحط في الجزء بتاع الاي بي هنا، هحط الاي بي بتاع الماشين بتاعتي عندي في الجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده والجزء ده، هحط الاي بي بتاع الماشين بتاعتي وهبتدي كاريت السيرفر. هشغل البيلدر واقول له براوز، اختار له الكونفيج فايل واقول له بيلد كونفيج، عايز تحطه فين اقول له على الديسك توب اوكي، وبعد كده اقول له بيلد لودر على الديسك توب. هاخد الاتنين فايل ده كوبي واروح على الباص اللي فيه فولدر واحد اللي جوه الزامب، واعمل لهم ريبليس هنا كده اوكي. وده بقى السيرفر بتاعك جاهز ان انت تعمل له انفكت على اي ماشين. تعالوا كده نجرب. شوف الويب سايت بتاعك، نعمل ريفريش. زي ما احنا شايفين كده مع عملية الريفريش قال لي عندك توتال بوتس 2، واحد اللي احنا كنا عملنا انستول لقيناه موجود، وواحد لما عملت له راننج على الزومبي. طب تعالوا كده نتست واتيفر، مثلا نروح على ويب سايت اوتلوك، نبتدي نقول اي اكاونت وهمي. اوكي كده لو رحنا على البوت ماستر على الويب سايت بتاعك، هنعمل ريفريش، نروح على سيرش ان داتابيز، هقول له سيرش، قال لي عندك اللي هو الزومبي الاي بي بتاعه 192.168.128.130، في شويه حاجات هو عملها، عايز تشوف الريبورت بتاعتها؟ هقول له اه هات لي الريبورت بتاع الويب سايت الاخير ده، فادوس علامه البلس، هيفتح لي الريبورت. هلاقي عندي هنا ان هو حط اليوزر نيم اهو، وادي الباسورد، وطبعا لو كان بيعمل عمليه ريجستريشن عشان يشتري حاجه هتظهر لي كامله كل البيانات بالكريدت كارد، واتيفر اي حاجه هتتكتب هيبتدي ان هو يظهرها لي زي ما احنا شايفين، وبشوف الريبورت على اللي بيعمله الكلاينت عن طريق البوت نت. واللي بيميز البوت نت ان ده ويب سايت اقدر ان انا اخش عليه واتحكم منه من اي مكان. يعني لو رحت مثلا سي على جهاز الزومبي، هتروح على البراوزر بتاعك وتفر بقى من اي مكان في انترنت، لانك عامل له انستول عن طريق هوستنج يا عن طريق في بي اس، فاوريدي تقدر توصل لهم من اي مكان في انترنت، تقدر تخش على الويب سايت بتاعك وتقدر تتحكم في البوتس اللي عندك. هحط الاي بي بتاع الويب سايت، بعد كده زامب واحد سي بي دوت بي اتش بي، هحط اليوزر نيم والباسورد. قدرت اوصل للبوتس بتوعي، وزي ما احنا شفنا اقدر استخدم عملية الكيلوجرز واخد كل اللي بيتكتب على الماشينز. اوكي كده.